السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة بوستفا، جينا نصور لكم مشروع جميل جدا، مشروع اسمه الماسة 1001. المشروع عبارة عن 1000 وحدة سكنية، موجود فيه عدة وحدات، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاثة وصالة، أربعة وصالة، بمساحات مختلفة. فاليوم بنصور لكم 4 غرف صالة بمساحة 3 متر مربع. والآن احنا في المنطقة الخارجية للمجمع. المنطقة الخارجية موجود فيها ألعاب أطفال زي ما انتم شايفين، بالإضافة إلى المسبح المغلق للنساء والمسبح مغلق للرجال، صالة فتنس للنساء، صالة فتنس للرجال، بالإضافة إلى سوبر ماركت موجود في المجمع، سوبر ماركت كبير، وأيضا كوافير للنساء. يعني المجمع يعتبر كمدينة مصغرة. تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشكل. وصلنا الدور العاشر، عندنا احنا في كل دور شقتين، شقة 4 غرف صالة مساحتها تقريبا مع البلكونات 300 متر مربع. اول ما ندخل الشقة عندنا هنا الموزع، ارضيات كلها باركيه. يمينا هنا عندنا غرفة نقدر نحط هنا دولاب صغير للحية والعبايات. نقدر نعتبر الغرفة هذه غرفة ضيوف. الغرفة هذه لها دورة مياه خاصة فيها. ولها مدخل لبلكونة. البلكونة هذه ما شاء الله تبارك الله تراس كبير واسع. شوفوا ما شاء الله تبارك الله مساحة التراس. وطلالة على منطقة بوستفا. اطلالة ولا اروع. وفي مخرج اخر من المطبخ ايضا على هذا التراس. يعني نقدر نضبط لنا جحلة جلسة في التراس هذا. المجمع اسمه 1001، يعني فيه 1000 وحدة سكنية واحد. مجمع مخدوم بكل الخدمات. اشرح لكم من البلكونة الخلفية الخدمات اللي موجودة. نطلع من الغرفة هذه نتوجه الى مكان اخر. عندنا هنا حمام اول وانت بكرامة، وعندنا هنا المطبخ. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. نوعية جيدة فاخرة. والمخرج اللي قلناه قبل شوية، البلكونة هذه والتراس مشترك بين الغرفة والمطبخ. نطلع من المطبخ نيجي على الغرفة الثانية. مساحة الغرفة جيدة ما شاء الله تبارك الله. وعندنا هنا الصالة بجوار الغرفة الثانية، مساحة كبيرة وشرحة، ومزودة الشقة كلها بالتدفئة المركزية زي ما احنا شايفين. وطلالة الصالة على المجمع. وعندنا هنا اطلالة البلكونة التابعة للصالة، البلكونة هذه صغيرة، اطلالة على البحر. يعني عندنا هنا اطلالة بحر، وعندنا هنا ايضا اطلالة بحر. المجمع الخدمات الموجودة فيها جلسات عائلية زي ما احنا شايفين هنا، مواقف للسيارات، سوبر ماركت زي ما احنا شايفين قدامنا. بالإضافة إلى ذلك عندنا نادي صحي خاص بالنساء ونادي صحي خاص بالرجال، مسبح خاص بالنساء ومسبح خاص بالرجال. إضافة إلى ذلك في أكثر من سوبر ماركت. عندنا سوبر ماركت كبير هنا، وفي تقريبا تحت كمان في سوبر ماركت آخر. يعني المجمع ذا يعتبر كمدينة مصغرة. يعني تخيل 1000 وحدة سكنية،
مدينة مصغرة، مجمع مخدوم بكل الخدمات. حتى الطريق هذا راح يتساوى يتضبط ويصير نفق ويصير طريق دائري جديد، يعني موقع المجمع في منطقة حيوية جدا. نكمل تفاصيل باقي الشقة. مساحة الشقة كميتين وتقريبا 220-230 بالإضافة للبلكونات، يعني إجمالا 300 متر مربع مع البلكونة الأمامية والتراس والبلكونة الثانية اللي الحين أوريكم إياها. نطلع من الصالة نيجي هنا على الحمام الرئيسي التابع للشقة، مروش بنظام جاكوزي، وعندنا دولاب وكلوزيت، عندنا المغسلة. المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها غسالة الملابس. نطلع من الحمام الرئيسي وانتو بكرامة، نجي هنا على الغرفة الثالثة. مساحة الغرفة جيدة وطلالتها على البحر ايضا. الحاجة الحلوة في الغرف كلها انها واجهة كلها زجاجية. نجي اخيرا هنا على غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر. اول ما نخش نجي هنا مروش خاص بغرفة النوم الرئيسية بالاضافة الى المغسلة، وهذه المساحة مساحة غرفة النوم الرئيسية. مساحتها حلوة، نقدر نحط هنا السرير، مقابل السرير نقدر نحط هنا الدولاب، ويزبط هنا عندنا التسريحة، يعني حاجة كويسة. وغرفة النوم الرئيسية لها بلكونة صغيرة حلوة بالإضافة إلى الإطلالة الرائعة على البحر وعلى المجمع أيضا. مجمع الماسة 1001 في منطقة بوستبة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.